عرضي صيفي 10 دقائق اولى هل نشهد هدف اول انطلاقه في الناحيه اليمنى وفيها عرضيه المتابعه بالراس في الشباك هدف اول هدف اول للنجامه مبكر جميل عن طريق اللاعب عبد الله ذيب ازوان لاحظ اللقطه لاحظ العرضيه المثاليه هنا انطلاقه في القائم الثاني بغياب الرقابه الدفاعيه في الشباك رائعه في الشباك هدف اول لمصلحه النجامه احمد هايل عرضيه على القائم محمد ازوان في سن 21 حارس شاب يتلقى الهدف الثاني هدف ثاني براسيه جميله اردنيه في الشباك السنغافوريه جيلان بيسار لاحظ الاعاده من جديد كرة ملعوبة طويلة داخل منطقة الجزاء باسم فتحي بلمسة خفيفة يخدع حارس المرمى يتغلب ويربك حسابات محمد إزوان يتغلب على إزوان بهدف هدف ثاني للمنتخب الأردني إذا الرأسية لن تكون من باسم فتحي حسن من جديد حسن عبد الفتاح إلى أحمد هايل أحمد هايل يتقدم اللاعب كرة 1-2 يتقدم بمجهود فردي ممتاز بشكل رائع أجمل الأهداف أجمل الأهداف أروعها من اللاعب الهائل أحمد هايل بطريقة رائعة بطريقة ذكية بطريقة هائلة يخترق الدفاع السنغافوري وبيسارية أرضية على يمين محمد إزوان يعلن النهاية غير الرسمية لهذا اللقاء لكن يعلن أن المنتخب الأردني أصبح في رصيده 9 نقاط